بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي بداية أن أتقدم بالتهنئة لسعادة المهندس ماجد بن مسمار لانتخابه رئيساً لهذا المؤتمر متمنياً له ولنوابه الاستمرار في قيادة مسيرة النجاح وتعزيزها كما أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستضافتها الكريمة لهذا المؤتمر سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليها وعلينا جميعاً الأمن والازدهار السيد الرئيس السيدات والسادة لقد غيرت التقنية مفاهيم العالم وقلبت أسس التقدم وخلقت مفهوماً جديداً للتنافسية الدولية لا يعتمد على الموارد الطبيعية ولا على مدى الثروة فيها بل يستقي طاقته من الموارد العقول والطاقات الخلاقة السيد الرئيس السيدات والسادة إن الثورة الصناعية الرابعة التي نشهدها اليوم ستكون أعظم مضاعف اقتصادي وأكبر مكافئ اجتماعي وستعتمد على الوقود الجديد المعروف بالبيانات والمحرك الجديد الممثل بالشباب والريادة ومن خلال رؤية المملكة 2030 فقد فتحت المملكة الأبواب أبواب المستقبل لمواطنيها وهيئت بيئة الريادة والابتكار ولعل أبرز ما سيدعم الخطط والرؤى الجديدة للمملكة أنها من ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم وتحتل المرتبة 12 في أسواق الاتصالات والسوق الأكبر والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحجم إنفاق يبلغ أكثر من 36 مليار دولار في عام 2017 علاوة على أنها قلب العالم العربي والإسلامي ومن هذه القوى النسبية انطلقنا في رحلة القفزات النوعية والقوى التنافسية ففي عام 2017 تجاوزنا المليون منزل بالألياف البصرية وفي عامنا هذا تجاوزنا المليونين بيت وطموحنا الوصول إلى أكثر من 3.5 مليون منزل بحلول عام 2030 وبوصولنا إلى المنازل والمدارس والمراكز الصحية نسعى بأن نؤسس المجتمعات الذكية كي تكون متصلة كي نتمكن من توفير 50% من زياراتك للطبيب من طريق هاتفك الذكي وتجديد جوازك اليوم في 5 دقائق وممارسة الأعمال في يوم واحد ولا فرق بين الفصول بين المدن والقرى لأنها جميعها ذكية والمرحلة القادمة ستركز على البيانات والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي حيث أن الفرصة من اليوم إلى 2030 تفوق 10 مليار دولار وحررنا المزيد من الطيف الترددي لتمكين الجيل الخامس وتم إجراء أول تجربة من نوعها في مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وللمرأة في المملكة العربية السعودية حضوراً متميز في كافة المجالات وهدفنا زيادة مساهمتها من 22% إلى 30% بحلول عام 2030 مما سيسهم في زيادة بنسبة 3% في الناتج المحلي غير النفطي السيد الرئيس السيدات والسادة إيماناً من المملكة العربية السعودية بالجهود الجبارة التي يقدمها الاتحاد الدولي للاتصالات ودوره المحوري في صياغة السياسات العامة الدولية للاتصالات وتقنية المعلومات فإننا نعلن عن تثبيت مساهمتنا المالية في ميزانية الاتحاد الدولي عند 13 وحدة لتبقى ضمن أكبر المساهمات في العالم للاتحاد الدولي للاتصالات
كما أن المملكة العربية السعودية تعلن عن تقديم دعم مالي إضافي بمبلغ 420 ألف فرنك سويسري لتحفيز مشاركة الدول النامية في أعمال الاتحاد ومساندة جهودها في التحول الرقمي، وكل ذلك يأتي تفعيلاً لعضوية المملكة العربية السعودية في الاتحاد الدولي للاتصالات الذي بدأ منذ عام 1949 وعضويتها في المجلس الموقر هذا منذ عام 65 ميلادي. كما تأتي هذه المساهمات متسقة مع جهود بلادي على صعيد المساعدات الإنسانية والتنموية البالغ حجم إنفاقها 3.7% من الناتج المحلي، متجاوزة بذلك النسبة المقترحة من الأمم المتحدة 0.7%. السيد الرئيس، السيدات والسادة، مما لا شك فيه أن اعتمادنا الكبير على الفضاء السبراني وفر العديد من الفوائد والحلول الرقمية، إلا أن في ذلك يصاحبه العديد من التحديات والمخاطر، حيث باتت خصوصية وسرية المعلومات وأمن وحماية الشبكات هاجساً يؤرق جميع أصحاب العلاقة. أن النظام الدولي قائم منذ قرون على مبدأ احترام السيادة، كما أن الالتزام بالأعراف والقوانين الدولية أمر بالغ في الأهمية. وبما أن الإنترنت أصبح منصة دولية لا يقتصر استخدامها داخل حدود دولة ما أو نطاق جغرافي معين، وأن المملكة وغيرها من الدول المتقدمة والنامية تضررت بشكل مباشر وغير مباشر من استغلال الفضاء السبراني لأغراض غير سلمية، فالذي يتطلع له العالم اليوم هو إدارة الإنترنت وفقاً للقانون الدولي يتم فيه احترام الجميع من ضمن القوانين والأنظمة، ويضمن حماية الاستثمارات التي يتم ضخها من الحكومات من أجل التحول الرقمي. كما يتطلع العالم إلى وجود قانون دولي يتم بموجبه إزالة أي مخاوف تهدد أمن الشبكات والاستثمار فيها، ويتم بموجبه تجريم الهجمات الإلكترونية، ويضمن أن يكون الفضاء السبراني أكثر أماناً واستقراراً. السيد الرئيس، السيدات والسادة، قبل الختام أؤكد أن بلادي المملكة العربية السعودية عازمة على مواصلة جهودها لدعم الاتحاد وأنشطته عبر إعادة ترشيحها لعضوية مجلس الاتحاد وعضوية لجنة لوائح الراديو. كما أؤكد أن المملكة العربية السعودية مستمرة في دعم تنفيذ نتائج قمتنا هذه والقمة العالمية لمجتمع المعلومات، إيماناً منها بالأهمية البالغة لمخرجاتها وإسهامها الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أرجو من الله تعالى أن تكون أعمال مؤتمرنا هذا نقطة تحول لما فيه الخير لشعوب العالم كافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.